يا ترى ليه اولادنا شهيتهم بتكون مفتوحه لما ياكلوا مثلا اندومي او اي نوع من انواع المقرمشات او الشيبسيات او الاكل الجاهز، انما في اكل البيت شهيتهم بتكون بعافيه حبتين واكلتهم بتكون ضعيفه؟ هل في ماده بتكون على الاكلات ديت بتودي الطعم في حته تانية عشان كده اولادنا بيقبلوا عليه اكتر من اكل البيت؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معادنا مع ماده ممكن لو اتحطت على الاكل بالكميه المظبوطه زي ما بيقولوا كده الشيفات تودي الطعم في حته تانية. النهارده هنتكلم بسرعه كده عن الملح الصيني. بس كالعاده قبل ما نبدا حلقتنا محتاج اذكر حضراتكم ان المحتوى الهادف بيموت بالمتابعه الصامته، تعليق حضرتك ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد اكبر من الناس. بدايه كده، الملح الصيني او المونو صوديوم جلوتاميت او جلوتامات احادي الصوديوم او E621، كل دي مسميات لمركب واحد هو ده اللي هنتكلم عنه النهارده، واللي بيسمى تجاريا الملح الصيني او اكتر اسم شائع ليه الملح الصيني. وطبعا اتسمى الملح الصيني لان معظم الاكلات الاسيويه ان لم يكن كلها بتحتوي على الملح الصيني، لدرجه ان في بعض الشعوب الاسيويه ما بتستخدمش ملح الطعام وتستبدله بالملح الصيني. طيب هل الملح الصيني ده بيعتبر ماده حافظه بتتحط على الاكل؟ الملح الصيني ده عباره عن ماده معززه للنكهه، من اسمها كده ماده بتزود احساسنا بطعم الاكل. يعني لو عملنا اكله في البيت بمقادير معينه وتوابل معينه، ولو عملنا نفس الاكله بنفس المقادير بس حطينا على المقادير بتاعتها قليل من الملح الصيني، يودي الطعم في حته تانية، لان احساسنا بطعم الاكل سواء لحوم او فراخ او حتى اكل نباتي واحساسنا بطعم التوابل بيزيد لما نحط الملح الصيني عليه. والملح الصيني عباره عن حمض الجلوتاميك، وده حمض اميني جسمنا بيقدر يصنعه وموجود في اغذيه كتير، وعليه ذره صوديوم، عشان كده بنسميه المونو صوديوم او جلوتامات احادي الصوديوم. والماده دي ماده مصرح باستخدامها في العالم كله، ومش موجوده من ضمن المركبات المسرطنه او المواد المسرطنه. يعني غير صحيح تماما ان الماده دي تعتبر من المواد المسرطنه او تسبب السرطان، ولكن مشكله الماده دي زي اي ماده بتضاف على الاكل ان في بعض الناس عندهم تحسس من الماده دي، بيجي لهم نوع من انواع الغثيان او القيء او الهرش او الحكه، ده بيكون عند بعض الناس من الماده دي تحديدا، والاعراض دي بتزول بعد تناول الوجبه اللي بتحتوي على الملح الصيني بوقت قصير، والناس دول هم المفروض يتجنبوا تناول اي اكل من الاكلات اللي بيكون محطوط عليها الملح الصيني. طب الملح الصيني ده موجود في ايه؟ اي اكل بناكله في اي مطعم بيكون من ضمن التوابل اللي بيستخدمها المطعم او اي اكل جاهز بيحطوا ملح صيني على الاكل عشان يزود من التست او الطعم بتاع الاكل الجاهز، وده هو الميزه اللي بيخلي دايما الاكل الجاهز الناس بتقبل عليه واكل البيت مع انه ممكن يكون انضف، الشباب واولادنا وساعات حتى الكبار ما بيقبلوش عليه بنفس الشهيه. كمان برضو مصنعات اللحوم بجميع انواعها بيتحط عليها الملح الصيني، المقرمشات والشيبسيهات عليها ملح صيني، كل انواع مرقه الدجاج والشوربه الفوريه عليها برضو ملح صيني، كمان برضو خلطات التوابل الجاهزه لما نيجي نجيب بهارات السمك، بهارات الكبسه، اي نوع من انواع البهارات، التركيبه بتاعه البهارات دي او التوابل بيكون من ضمنها الملح الصيني عشان يزود التست زي ما قلنا بتاع التركيبه بتاعه البهارات. طب هل معنى كلامك كده ان الملح الصيني او المونو صوديوم جلوتاميت مفيش منه ضرر؟ مفيش منه ضرر لو بناخد بالنا من كمية الصوديوم المحطوطة على الأكل، بالذات للناس اللي عندها مشاكل في ارتفاع ضغط الدم، لأن لو الأكل اللي أنا باكلها عليها ملح الطعام العادي اللي هو كلوريد الصوديوم، وكمان برضو عليها مادة الملح الصيني اللي هو برضو فيه صوديوم، يبقى كده المحتوى من الصوديوم زاد بنسبة كبيرة في الأكل، وده ممكن يأثر مع الوقت على ارتفاع ضغط الدم. في حد هيقول لي أنا سمعت بعض الفيديوهات بتقول إن المادة دي بتسبب مشاكل في الأعصاب وبتسبب مشاكل في الذاكرة والكلام ده. مشكلة بعض الفيديوهات اللي بتستند على بعض الأبحاث من غير قراءة جيدة للأبحاث ديت إن هي بتوصل معلومة غلط أو معلومة مضللة للناس، لأن مادة الملح الصيني مادة قديمة فتعمل عليها أبحاث كتير، ومنها بعض الأبحاث اللي اتعملت على فئران التجارب عن طريق إعطاء جرعات كبيرة من الملح الصيني أو محلول الملح الصيني حقن في الوريد في فئران التجارب، وبالتالي كده تصميم التجربة أو تصميم الدراسة بأخذ المادة عن طريق الحقن ده مش موجود في الواقع، لأن مش كل دراسة علمية أقدر أستند عليها كدليل، لأن في بعض الدراسات العلمية بتكون معمولة للأوساط العلمية مش معمولة للناس. وطبعا منطقي جدا ان مفيش حد بياخد الملح الصيني عن طريق الحقن، ومفيش حد هياخد الملح الصيني بالكميات اللي موجودة في الابحاث دي. وعلى فكرة بالمناسبة الابحاث دي ابحاث علمية ومنشورة في مجلات علمية كويسة جدا، واقدر استند اليها كدليل علمي فيما يتعلق بتأثير المادة دي عن طريق الحقن، وده ما يهمش عموم الناس، يهم المجتمع العلمي زي ما قلنا.
انما الماده دي زي ما قلنا مضاف غذائي مصرح بيه في كل العالم، ويباع لوحده كده كاحد انواع التوابل، بيتباع لوحده كده في السوبر ماركت. بنلاقي حتى الحبيبات بتاعته عباره عن عصايات صغيره كده لونها ابيض، وممكن ست البيت تستخدمها او تستخدم القليل منها على الوصفات بتاعتها عشان تحسن من طعم الاكل، وبالتالي تدي ميزه شويه من اكل البيت اللي هو انضف كتير من الاكل الجاهز، وده الاستخدام الجيد للملح الصيني. يعني بنستخدمه لتحسين طعم اكل البيت عشان الشباب والاولاد يقبلوا عليه زي ما بيقبلوا على بعض الاكلات اللي ممكن تكون مش مغذيه ومش متوازنه زي الشعريه سريعه التحضير او الاندومي وغيره. طب ما في حد هيقول ان الماده دي ممكن بعض الشركات تحطها بكميات اكتر من المسموح بيها، وده ممكن يعمل مشاكل صحيه. الماده دي لو اتحطت بكميات كبيره ممكن تكون مضره، زي اي مضاف غذائي لو حطيناه بكميه كبيره ممكن يكون ضار، ولكن الماده دي فيها صوديوم، يعني لو اتحطت بكميه كبيره الاكل هيكون حادق والناس مش هتقبل عليه. يبقى خلاصه حلقتنا النهارده، الملح الصيني عباره عن ماده معززه للنكهه، مشكلته مع رفع الضغط، بيرفع ضغط الدم زيه زي اي اكل بيحتوي على الصوديوم، وبيسبب الحساسيه عند بعض الناس، وغير صحيح انه ممكن يكون من المواد المسرطنه. والابحاث اللي اتكلمت عن ان هو بيأثر على الذاكره والخلايا العصبيه عباره عن ابحاث معموله للمجتمع العلمي، لان الجرعات اللي استخدمت في الابحاث دي جرعات كبيره واتخذت عن طريق الحقن الفئران التجارب. يا رب اكون قدرت افيد حضراتكم النهارده بمعلومه، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.